من مجرد هواية لتربية الطيور عند الأب لباب رزق بمشروع دخلت فيه الطالب الجامعي بيسانك الثاني لدائرة المشاريع الريادية. مشوار بحث طويل مرت فيه بيسان لتنجح بأنها تحصل على دعم لتبدأ مشروعها واللي هو تربية طيور الفري أو المعروف بالسمان. بحد البيت يوم عن يوم بيكبر مشروع بيسان لتصير واحدة من المنتجين لهالصنف من الطيور بمشروع بشكل مصدر رزق إلها ولعائلتها وبالتحديد بفترة دراستها الجامعية. فكرة المشروع إنه أبوي هاوي طيور من زمان ومن ضمن هاي الطيور موجود عدد قليل من الفرة، فأنا اخترت هذا الطير بالذات إنه 50% من الناس هون أصلاً بعرفوش هذا الطير. أنا من الناس اللي ما كنتش أعرفه إلا لما يعني أبوي جابهم. اللي خلاني أختار هذا الطير برضو بالذات إنه بعطلنيش عن دراسته وبده جهد ووقت قليل. صدفة قرأت إعلان نزلته الإغاثة الزراعية لمشروع نجاحها وقدمت له ووافقوا ودعموني بالأدوات والدورات واللقاءات وتمكنت من معرفة معلومات ومصطلحات ريادية. مشروع اقتصادي ريادي والأغرب إنه للصبية بيسان، وبالمراحل الكاملة للإنتاج مرينا، والبداية بتكون من إنتاج البيض لينباع بالشكل الطبيعي أو لحتى يتم إنتاج الفراخ عن طريق الفقاسة. زدنا عدد الإميات وبالتالي زاد عدد البيض اللي بنحطه بالفكاسة 16 يوم، وبالتالي برضو زاد الإنتاج من سوقه يا إما بيض أو طير لاحم أو طير حي. رسالتي للشباب إنهم ما يستنوا الوظيفة، بالعكس يتطلعوا قدامهم إنهم في كثير فرص عمل ومثل هالمشاريع اللي بتقدم لهم بتوفر لهم مصدر رزق. خبرة الأب كانت مصدر قوة لبيسان بعد تحصيلها للدعم من الإغاثة الزراعية اللي وفرت لها المعدات والطيور في بداية المشروع، واليوم منتجات هالمزرعة الصغيرة بتنباع بالأسواق بأشكال مختلفة ومنها الشكل الجاهز للطهي. تابعت مع هالموضوع طبعا، في عندي خبرة شوي فيها وساعدتها وتشجعت وصارت تشتغل بهالشغل هذا وانبسطت فيها كثير. زادت الإنتاج، زاد البيض، صرنا نحط بالفكاسة اللي اجتنا. طبعا البيض بنحطه 16 يوم بالفكاسة، بيطلع الصوص بنحطه بعديها بالحاضنة يعني ومع حرارة معينة اللي هي لا تقل عن 35 درجة، وبعديها بعد 15 يوم نقدر نخفف او بعد 10 ايام نخفف الحراره عنه عن بالحاضنه الطير، وبعد 20 يوم بنرفع الحراره عنه بصير يتحمل البرد. طبعا بصير عمره 35 6 اسابيع، يعني 6 اسابيع ل 45 يوم. بهاي الحاله بيكون ناضج، اما بصير اميات بنبيعه اميات للي بده يربي، او بنبيعه لاحم حي اللي بده يذبح عنده، أو إحنا بنذبحه ومنحطه بمغلفات بلاستيك ومننظفه بيكون جاهز للطبخ. نجاح بيسان بمشروعها حافز شبابي للتفكير حتى بفترة الدراسة الجامعية للاستقلالية بالدخل، واللي ممكن بعد فترة من العمل المتواصل يتحول لمشروع اقتصادي كبير بإيد الشباب. لرؤية من قرية النزل الغربية شمال مدينة طول كرم، محمد حسين.